فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف ورئيس مجلس حكماء المسلمين يقول الله تعالى في سورة غافر فالحكم لله العلي الكبير والعلي من أسماء الله الحسنى ورد أيضا في القرآن الكريم بصيغة الأعلى والمتعال. ما هو الأصل اللغوي لهذه الكلمة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد آه هذا الاسم آه من من اسماء الله تعالى الحسنى وكما تفضلت ورد في القران الكريم وورد في السنه واجمع عليه المسلمون ومعناه ماخوذ من العلو والارتفاع لكن آه يجب ان نحن نتوقف قليلا امام العلو والارتفاع لان العلو قد يكون علوا حسيا جسميا يعني حتى القدماء ضربوا له المثل بأن الحائط المنزل يعلو على ما نسميه الأساس أو الأس المنزل وسقف المنزل يعلو على الحائط الحوائط. وباختصار يعني هو علو الأجسام بعضها على, على بعض فهذا هو المعنى المادي الجسمي لمعنى العلو والارتفاع ولا معروف يعني واضح مثلا يقول لك في البيت الدور الاعلى في الدور كذا فواضح ان العلو هو علو يعني المكان علو المكان ولكن هناك علو من نوع اخر وهو ارتفاع لكنه ارتفاع في الشان وفي العظمه وفي امور لا تقاس بماده ولا بمتر ولا ب جسم ولا انما هي معان ده علو المكانه اه ده يسمونه بالضبط علو المكانه فالعلو علوان علو مكان يعني مش مكان معنى مكان انه آه واحد يكون اعلى في مكانه من غيره مكان ده جسم ملموس جسم ملموس لابد ان يكون آه. جسم ملموسا وعلو مكانه ده يعني ال... وقد يوصف به مثلا رجل الشريف يقول لك الرجل عالي المكانه الرجل الكذا كذا إلى آخره فإذا عندنا علوين علو الأجسام علو يسمونه علو المكان وعلو المكانة وهو العلو في الشرف وفي القدر وفي الفضل وفي كل هذه الصفات التي لا تتجسد في مادة ولا في جسم إذا العلي تعني علو المكان وعلو آه المكانة نعم أيهما بقى يليق بذات الله سبحانه وتعالى كما قلنا اهل السنه جميعا يقولون يثبتون لله سبحانه وتعالى حين يقرؤون هذا الاسم في القران الكريم العلي الكبير انه من ثبت له علو المكانه وليس علو المكان يستحيل عليه وصفه بعلو المكان لا مستحيل على الله سبحانه وتعالى لان العقل بيتدخل هنا يتدخل في أمرين الأمر الأول أن العقل لا يستطيع أن يتصور أن الله سبحانه وتعالى في مكان ليه؟ لأنه في في بداية تصوره لله سبحانه وتعالى لا يتصور ذات نبع إنما في بداية معرفته لله سبحانه وتعالى هو قد عرفه على أنه ليس محتاجا إلى غيره عرفه بانه ليس جسما مركبا كما قلنا طبعًا. وليست له اجزاء وانه ليس في جهه وليس في مكان وليس في مكان فحينما ينطلق من هذا التصور ثم بعد ذلك تقول له اعلم ان الله قال عن نفسه العلي وبمعنى ان العلو مكان أنه موجود في مكان عالي جدا طبعا العقل يرفض يقول لك إما أن يكون الله الذي إحنا وصفناه بهذه الصفة هو هكذا فلا يمكن أن يكون في مكان لأنه حينئذ سيحتاج إلى هذا المكان بدل أن يكون مطلقا المكان يحدد يعني أي أي متمكن في المكان محدود بحدود المكان محدود بحدود المكان ثانياً احتياجه إلى هذا المكان آه. لأنه بدون مكان إذا كان من صفاته أنه يعني له المكان فثالثاً قبل هذا المكان كيف كان م. ثم يعني إذا كان في مكان تبيح له أنه ينتقل من مكان إلى مكان تغير طبعاً يتغير فإذا يعني. أنت انطلقت به من ألف بمواصفات معينة لتصفه بصفة تنقض أو تكر بالنقد على كل الصفات التي افترضناها أولاً حتى يسمونه هذا خلف والخلف ده دليل البطلان لكن يعني معظمنا حين يلجأ لربنا سبحانه وتعالى في الدعاء أو في المناجاة يرفع رأسه لأعلى وكأنه بيعتقد أن ربنا فوق في السماء فهل يرفض العلماء تماماً إطلاق صفة العلي بالمعنى المكاني على ربنا سبحانه وتعالى؟ آه السؤال ده فعلاً آه يرد طيب المشكل فين بقى؟ المشكل اني بيجوا الجماعه اللي هم الفريق الثاني ده يقول لي طيب احنا حنصدق كلامك ده هنا ان الله لا يشا طيب تعال اقرا القرآن وقل لي القران وقول لي امنتم من في السماء. اه حتقول ايه؟ لازم تقول ان الله في السماء بانه له مكان في السماء. طيب اقرا لي ان ان الله سبحانه وتعالى فاصبر فانك باعيننا. م. لازم حتفترض أن الله له عين سبحانه وتعالى أقرأ قوله تعالى غير فاصبر يد الله فوق أيديه هتقول لي لازم له يد وها آه فتعمل إيه في هذه النصوص هنا أنا أمام أمرين إما أن العقل هو الذي استدل على إطلاق كل هذا بحيث أنه لا يتقيد بشيء وايضا ايات اخرى ليس ما هو اللي سند يعني ما تفتكرش ان العقل لما حكم بكده حكم برضه لوحده لا قال لك انا اقرا قوله تعالى ليس كمثله شيء يبقى انا عندي هنا واخذ انا هنا شهاده باني لا يمكن ان يشبهه اه كيف يشبه بالبشر بشر لا عين بشر لا يمكن آه سبحان الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير طيب فهو العقل قال لك أنا بأخذ دي مع الصفات التي يثبتها أي عقل وأذهب إلى الصفات الأخرى اللي هي بتعكسني في هذا الفهم هذه الصفات الأخرى يقول العلماء تؤول بمعنى أني نصرف يعني ظاهرها غير مراد إنما نؤولها بمعنى يمشي مع الكلام الأولاني ده فمثلا فاصبر فانك باعيننا يؤول بالعلم أح احنا نعلمه شايفينك شايفينا ربنا سبحانه وتعالى يقول شايفنا شايفنا يعلمه طيب والعقل وال ال طب انت بتقول كلام ده عقل تحكم يقول لي ابدا لغه العرب ورد فيها هذا ان ان العين تستعمل بمعنى ال العلم والمشاهده والمراقبه والملاحظه وفيه مثلا والحراسة وحرسنا بعينك التي لا تنام طيب أيضا ورد أن في لغة العرب أن اليد بمعنى القدرة يد الله فوق أيديهم قدرته فوق قدرتهم فإذا لو أولنا هذه الألفاظ اللي هي يعني يوهم ظاهرها أن الله جسم أو أن الله سبحانه وتعالى يعني ينطبق عليه ما ينطبق على صفات البشر أوه. نصرف ظاهر هذه الالفاظ ونؤولها تاوينا لغويا على قانون اللغه الآية في سورة طه الرحمن على العرش استوى نعم هذا أيضاً هو يعني محور الـ فيه كلام الـ 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 كثير الـ جداً لكن ده فرع أنه هل الله سبحانه وتعالى يوصف بالعلو المكاني الحسي المادي أو أنه لا يوصف بهذا جمهور المسلمين وجمهور العلماء وأهل السنة الأشاعر الماتريدية المحدثون هم هكذا في قسم من المحدثين هم اللي بنسميهم المشبهة أو بنسميهم المجسمة هم الذين يتوقفون أمام ظواهر هذه الألفاظ ويجرونها على ظاهرها ويصفون الله تعالى بها على ظاهرها لكن الباقي يقول قف ليس هذا اللفظ ليس مرادا به ظاهره في بقى داخل آه معلش عن يعني الموضوع مش بالعكس ده في غايه الاهميه يعني ارجو ان اكون يعني استطعت ان ابسط المساله ايضا في داخل اهل السنه ستجد فريقين فريق قديم الفريق القديم يقول لك شوف انا اؤمن بما ورد في القران الكريم ولكني لا افهم معناه واكل معناه وتفسيره الى الله سبحانه وتعالى اتركه لله سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى يعني انا ما علي الا ان اقراها ولكن يقول لي ايه معنى يد هنا اقول لك قف انا لا اعرف وليس من حقي ان اعرف بس ده مش مطلوب طبعا نعم احنا اتكلمنا عن الوعي طبعا ما هو هم اللي بيسموهم السلف السلف يجري هذه الايات يعتقدها ويؤمن بها لكنه لا يقترب من فهمها وانما يترك امرها الى الله حتى كان يقولون امروها كما جاءت يعني قرأوها كما جاءت ولا تفسروها وبعضهم قال تفسيرها قراءتها نكتفي بس بالقراءة نكتفي بالقراءة وطبعا منهم الإمام مالك رضي الله عنه, عنه لما سئل يعني عن استوى كيف استوى لأن طبعا المجسمة والمشبهة استوى يعني أعد أه. أه. حتى بعضهم يعني ذهب بعيدا وقال أنه حين استوي على العرش يسمع للعرش صوت يعط أطيطا كأنه أزيز ده بقى افرطه في الخيال طبعا ده آه. يعني فالامام مالك لما سئل في حلقه العلم عن ما معنى الرحمن على العرش استوى فهو ادرك قليلا وقال الاستواء معلوم معلوم يعني ثابت في القران وما فيش كلام الاستواء معلوم والكيف مجهول كيف جلس كيف كذا قال هذا امر مجهول ثم قال والسؤال عنه بدعة وحتى قال للسائل ما أراك إلا صاحب بدعة فكر الله وضرده من لأنه لأن فعلا دي, دي تعمل فتن فنعود إلى أن السلف قسمين القسم الأول لا يدخل في هذه المشكلة على الإطلاق ده بره اللعبة خالص يقول لك أنا لا أعرف ماذا يعني الله سبحانه وتعالى بهذه الكلمة وهذا أمره مفوض إلى الله الخلف اللي موجود بعدهم وبدءا من الإمام الأشعري طبعا عز عليهم زي ما قلت حضرتك أنهم ينسحبوا من المشكلة ويتركوها هكذا فبحثوا وقالوا أن هذه المفردات التي وردت في اللغة بما تفيد أن الله جسم سبحانه وتعالى عن ذلك تعالى طبعاً. علوا كبيرا هذه تؤول تأويلا لغويا على قواعد اللغة العربية بالمعاني التي تتفق مع ذاته سبحانه وتعالى بالمقصد بل آه طبعا وليس باللفظ لا لا وليس باللفظ ولذلك في عندنا خلف وعندنا سلف الخلف من أهل السنة أيضا لكن دول ريحوا نفسهم وقال وقال إيه المشكلة أنا ما دي مش مشكلة الخلف أول هذه الالفاظ اللي كما قلت حضرتك الرحمن والعرش استغنى وغيرها الالفاظ الاخرى اولوها بما يتوافق مع الصفات الجائزه لله سبحانه وتعالى. اما المشبهه والمجسمه وهم قديما وحديثا فهم يصرون على ان الله له مكان وبعضهم حتى اثبت له الانتقال وبعضهم فسر ينزل ربنا في الحديث الشريف كل ليلة إلى سماء الدنيا ويقول في يعني هل من تائب فأتوب عليه هل من مستغفر فأغفر الآخر قالوا بعضهم قال ينزل كما أنزل أنا من درجة كذا فطبعا هذه هي معركة قديمة ولكن يعني بين حين وآخر يعني ينبشوها ويخرجوها لضرب الوحدة الإسلامية أو لزرع الفرقة بين الشباب الإسلامي فضيلة الإمام السؤال الذي نختم به حلقاتنا عادة كيف نترجم إيماننا ومعرفتنا بأن من أسماء الله الحسنى العلي نعم آه العبد هنا يجب عليه أن يعتقد أنه لا يمكن أن يصل الى الدرجة العليا الكامله في هذا العلو وانما هي لله وحده فيشعر دائما بان علوه ناقص وهذا ما يليق به وايضا ان هناك علوا لا يصل اليه فرد من بني الانسان وهو العلو الذي وضعه الله سبحانه وتعالى لنبيه محمد عليه الصلاه والسلام هو علو اعلى بالنسبه لنا لكنه بالنسبه للعلو العلي الاعلى هو دونه بكثير فضيله الامام الاكبر الاستاذ الدكتور احمد الطيب شيخ الجامع الازهر ورئيس مجلس حكماء المسلمين حوارنا مستمر في الحلقات المقبله حول اسماء الله الحسنى واحبائنا الكرام الى ان نلتقي مجددا مع الامام الطيب نترككم في رعايه الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته